عسلم. السلام عليكم. لاباس؟ الحمد لله. باهي. انت قلت المره الاخرى باش نكرم الشرطي اللي عاوني واللي جاب لي تليفوني واللي وقف معايا. ايه. وانا شنو قلت لي؟ قلت لي اي مساج. باهي. تو باش تذكرني بالحكايه. فهمت شويه فلاش تعطيني. اوكي. انا نخدم في الكوبليزي نتحرك نبيع في البيوسيات. ثم بزوز اولاد عمرهم بكاكا براسك في 18 و 19. فهمتني؟ بخطفوا لي التليفون. فهمت؟ بيرحم والدي بخويا الامني والبطل. فهمت؟ في ظرف وبزيز في ظرف 4 ساعات دارجين التليفون كان عمدي ورجع لي وكل شيء. كيف اقول لك التليفون شو عملوا لك؟ فكوا لي التليفون وهربوا بطول بيتجاري. ما ضربوكش؟ لا. اما اللي بقبلوا ب3 ايام ما تقبل بالبراكاج بهذا بثلاث ايام. ثم شكون صحيح ضربني طر نفيس على راسي بسيب تجاه بقعه الدم زالت ما تمكش التويكر. فهمت؟ لكن في النهار بهذاك بردة الفعل بتاع الامنيين. فهمت؟ ما بكملتش كما بردة الفعل بتاع بخويا. فهمت؟ اللي بحذي انا. فهمت؟ كانت ما تهرب ردة الفعل على مفتاح بحوم عاديه معناتها ما تحربكوش معايا يمشي على روحه. فهمت؟ في النهار بهذاك ماشي في بالي معناتها سيبا معناتها ما عادش ثم امن في البلاد وسيبا. فهمتني؟ من بعد كي صارت معايا الفزه بهذيا معناتها بخويا الامني. فهمتني؟ كلي عجبتني الفازه منه وحبيب تنكرم ورجع لي الفكره بلي ما تمش الامنيين بكلهم بكيف كيف. شنو تحب تقول له هو ويسمع فيك؟ حبيت نشكره برشا ونقول له مرسي بوكو وربي يفضلك وربي يبارك لك وعلى بجد ما نعمل ما نجمش باش نرجع له حتى الربع اللي عملوا في نهارتها بخاطر بالحق تعب. عملوا في نهارتها؟ تعب 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 بالكدا. احكي لي شو عملت. ما تبقى بيجري وراه من هنا حتى كشي الشارع باريز. فهمتني؟ ومسكين وصل لخذاع عليهم تاكسي وتعب بالقديم معناتها. فهمتني؟ وحاول معهم بالكليام. فهمت؟ باش رجع التليفون وعمل معاهم المستحيل. فهمت؟ ويرحم والدي رجع لي التليفون ومنشكله هو ومنشكل بقيت زدوم مالئه. فهمت؟ شو تقول؟ قول له ما عادش مزيه هذيك معناتها وجبنا. خونا خليل هو هذا مسكين معناتها كترا فيه معناتها مقعد كذا عنده ربي معناتها سبحانه. وهو انا دخلت الكوليزي بالزهر باش ناخذ بابي مشوار نسمع في سياحه بارازار تلفت نغزر الزوز يجري ومشيت نجري وراهم شدوا شارع باريس حتى تقريب الباساج غاديك وهم يجريوا خلطت على واحد منهم شديته اللي شديته ما هوش ما عندوش هو التليفون عند مدو لصاحبه صاحبه مشى لسيدي حسين حسين ومشي مروح سيدي حسين هرب صحيح يكلمناه من الاول قال لا وبدا يتكلم في كلام زايد قال لا ما نرجعوش ودب روسكم صاحبي خلي يمشي للحبس. عرفنا كيفاش نكلموه قلنا له حطوا في بلاصه في ريستورون في حاجه تو باش تنحى انت من الريشيرش وكذا وتنحى المشكل. خلى التليفون في ريستورون مشينا رجعناه له مشينا جبنا على في تاكسي جبنا التليفون وجينا ما عندناش مزيه هو مسكين معناتها تعرض بالفازه نتاع النطر الفازه نتاع النطر كل يوم يصيروا لبرشا عباد هو عنده ربي والحمد لله رجع له تليفونه وفرحان اللي تليفونه رجع له هكا وما عاد حتى شيء اخر. باش نحكيو توا هذا الموضوع يعني تحل على برشا مواضيع اخرين. السرقه توا انت كي تشوف مثلا معناها مواطن كيما هو يعني مش كيما مثلا نحن نجمو نجريو في جرته نجمو نصيحو نجمو نعيط معناها يعني اسبوا ما فماش رحمه في البلاد يعني حتى واحد اونديكابي عبد اونديكابي معناها يطمعوا فيه. الحق نتاع ربي ترى انت كان ترى العباد معناتها في الكوليزي وقتها كيفاش تصدمت انا واحد من الناس تصدمت انا كريتو كي سمعت صيحه في بالي شو هو تليفون في بالي بنيه خاطر بنيه عايط تليفون في بالي شو هو كي تلفتنا قايد في راسه يعمل كي مسكين معناتها انسان ما عندوش حتى يفور باش يعمل باش يرجع تليفونه معناتها صاي راه تليفونه تهز ومشي على روحه. بالرسمي شيء يوجع والله حاجه توجع بالرسمي توصل عباد صغار روجه عمره 17 سنه الوليد معناتها مازال يقرا ترى كيفاش عباد تتصرف معناتها بدرجه غريبه والكثر والظاهره هذه معناتها كثرت برشا النطره سيرتو هنا في الكوليزي بدرجه غريبه بدرجه غريبه اللي يدخل غاديك مسكين مباشره رد باله على تليفونه يتشوي على في تليفون في حاجه في ستوشو في حاجه ربي يهدم ديما يدوروا وزاد شويه كما نقولوا شويه من الحنه وشويه من رتبه يدينا احنا بصراحه راهو نشدوا نخدموا وراو بعد زاد متعرضين لبرشا حاجات بعد نجم بعد جمعه تلفت تلقاه البرا راهو عادي يدور
يعني يتشدد اليوم اللي هما نورمال يتشد اليوم يخرج ونورمال ويرجع مازال مش واضح واضح هكا ان شاء الله ربي يهدي مخلق ما عندنا ما نقولوا برسا احنا المبادرات هذه اللي تجي من المواطن انه باش يكرم امني وفي ساعات نشوفوا تصاور تدور في الفيسبوك محليها على الاخر نشوفوها وترجع شويه الروح هكايا للبلاد ترجع شويه احساس بالامن والامان في تونس. اليوم المواطن هل ترى انه مستحق انه يشوف الامني خاصه يده في يد المواطن ويعاون فيه؟ ترى انه مستحق للتصويره هذه؟ اكيد بطبيعه ديما المواطن في حاجه للامني والامني بطبيعته في حاجه للمواطن خاطر الامني عمرنا احنا ما نجم واحد امني باش يخدم خدمته ما غير معناتها ما يكون المواطن متعاون معاه. طيب بار اكزومبل معناتها نحكيو على الكوليزي لو كان جاوك اللي يخدم اللي بوتيك غاديكا واللي اللي عندهم محلات بصفه عامه غاديكا يتعاونوا مع الامنيين معناتها يقولوا خاطر يعرفوهم هما ديجا يعرفوهم فما عباد باينين معناتها يجيو ينطروا يعرفوا وجوههم يراوهم ما يتكلموش فهمتني ما يتكلموش معناتها ما يقول لك شاو كيجا راهو هذاك راهو هز بيان سير هذاك اليوم ينطر مثلا الخليل تليفونه وغدوه ينجم ينطر لاخته الام والعم والقريب معناتها يلزم راهو الزوز معناتها في حاجه لبعضهم المواطن حاجه في حاجه الامني باش يحميه زاده يلزم المواطن يتعاون مع الامني في امور معناتها مش ما احنا نقولوا ساعات الواحد يقول لك هذه قواده ولا صبه ولا كذا معناتها راهو في صالح الامن العام معناتها بصفه عامه وان شاء الله ربي يهدي مخلق ديما نقولوا ان شاء الله سيرتو حكايه البركاجات والسرقه في سنتر فيل الناس الكل تليعت منها ما فماش واحد ما تليعش ومشكله مش غادي يعني قلت لك انه كي تشوف كيفاش معناها يوصل يسرق مثلا خليل في حاله خليل والكل حاجه معناها تقول وين الرحمه وين الانسانيه اموا انت كي باش تسرق ولا حاجه اسرق عبد كيف كيف وبتنجم ينجم يجري وراك تنجم كي تضرب وينجم يضربك معناها تنجم تفهموا مع بعضكم مش واحد معناها ما ينجمش حتى باش يدافع على روحه صح ولا صحيح والله العظيم حاجه بالحق نهارتها قلت لك توجع عباد الكل تفاعلت معها خليل ديجا راه عباد صدقني كان معناتها بعدناش الوليد يمكن يقتلوه المواطنين معناتها باش يموت بالضرب بدا هما ديجا حبوا يعتديوا عليه بالعنف على الفازة خاطر بالحق توجع معناتها انسان معناتها مشكلة فيه معناتها في حالته باش توصل انت في كرهبة صارت هي ما تلزمش تصير بطبيعتها معناتها ما تجيش اما بصراحة كوضعيته هو وضعية حرجة على الاخر وكهو فاسون يعطيك الصحة أنت وربي يكثر منكم الناس إن شاء الله نحبوا احنا المواقف هذوما اللي تصير معناها ما بين المواطنين وما بين الأمنيين. خليل مش خليل الكلمة عندك أنت عاد احكي لي اللي تحب عليه احنا الضحكة خليل شوف فرحانة كاين نفرح والله حبيت نشكر بخويا الأمني معناتها برشا برشا فهمت وكه معناتها هذاك اش حبيت نعمل فهمت وصلت الرسالة وصلت الأمانة يرحم والديك عايشك ربي يبارك وتوا ما زدتش تدور في سنتر فيل ولا لا اصلا بعرفتي بلي كانت تمد لي في البيوسيت بطلتني من الخدمة من نهار هذاك فهمتني يعني عملت لك مشكلة الحكاية عملت لي مشكلة بكيفاش وصلت المعلومة في عبر طريق الصحافة واحد وصلت العرفها هي فهمتني وعارفها هي منبه عليها بقالها بخليل وتحط طوح ذاك في الطاولة معناتها نبيع حذاها هي في الطاولة هي بكي ما بثماش بيوع في الطاولة واحدة تمد لي البيوسات وتقول لي دور في الشارع وبيع فهمتني كي بعرفها بقالها بلاش تمد علاش تمد ويدور في الشارع واحد مشكلة ولا فهمت وبلت بطلتني من الخدمة قالت لي جيب لي بجيب لي سلعتي وربي معك ان شاء الله ربي ما يسكر باب الا مو باش يحلك باب رزق اخر ان شاء الله ربي يفتحها في وجهك عنده الثم مشيت لبرشا عباد اخرين زاد يبيعوا في البيوسيات حكيت معاهم قبلوا ان شاء الله نهارين ثلاثه نكلموك ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحه خليل يعطيك الصحه خويا ميرسي يعطيكم الصحه عايشكم